شاهد الراية البيضاء، رفعت الراية البيضاء استعدادا للانطلاق، فتحت البوابات على بركة الله تعالى، وانطلقت الجهاد والأفراس المنتجة محليا عمر 4 سنوات. فأكثر الخيل التي لم تربح في الشوط الخامس على مسافة 1800 متر على جائزة عبد اللطيف بن حسين المعشوق رحمه الله من أهالي الرياض وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثرى، مقدار الجائزة 27,000 ريال. وشاهد سواد العين في المشاركة الأولى في المقدمة، مديح في المركز الثاني مع محاولات من البقية الآن للتنافس والدخول، وشاهد متحرية الآن المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط من الخارج تحاول أن تدخل في المركز الثاني في هذه اللحظات، ومحاولة خطف المركز الأول لا زال سواد العين في المقدمة مع محاولات من الداخل لمديح الآن، مديح في المركز الثاني يحاول أن يخطف المركز الأول مع محاولات من متحرية المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط، مديح يتقدم في هذه اللحظات متحرية، ومن الخارج يشاهد بجدة نجد تحاول كذلك، مديح يتقدم في هذه اللحظات مع المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظة، تنافس على شد للخروج من هذه الفئة، فئة الخيل التي لم تربح، التقدم لمديح بقيادة محمد الدام في هذه اللحظات مع محاولات من الخارج المتحرية، وكذلك المحاولة لبحر العيون في المركز الثالث في هذه اللحظات، المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، تشتد المنافسة في هذه اللحظة للخروج من هذه الفئة بين مديح وكذلك متحرية، مديح يتقدم في هذه اللحظات وينفرد بالصدارة مع محاولات من شاجي الآن في المركز الثاني، مديح يتقدم بكل قوة ما شاء الله تبارك الله بقيادة محمد الدام، مديح يحقق المركز الأول في الشوط الخامس، المركز الثاني لشاجي والمركز الثالث لشيخة العز.